يعني أعمق صورة كونية أمكن التقاطها حتى الآن؟ ماذا كشف العلماء في هذه الصورة؟ وهل هناك آيات تشير ولو إشارة خفية إلى مثل هذه الصور الدقيقة؟ ماذا يقول العلماء عن الكون؟ هل أصبح يعني الملحدون في حرج شديد بعد التقاط هذه الصور التي تؤكد الدقة الشديدة في خلق الكون وأن احتمال المصادفة هو تماما الصفر؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو من أقوى التلسكوبات التي تم إطلاقها حتى الآن، يعطينا صورة هي الأعمق للكون، يعني أعمق صورة كونية أمكن التقاطها حتى الآن. ماذا كشف العلماء في هذه الصورة؟ وهل هناك آيات تشير ولو إشارة خفية إلى مثل هذه الصور الدقيقة؟ ماذا يقول العلماء عن الكون؟ هل أصبح يعني الملحدون في حرج شديد بعد التقاط هذه الصور التي تؤكد الدقة الشديدة في خلق الكون وأن احتمال المصادفة هو تماما الصفر؟ دعوني أتأمل معكم هذه الصورة الرائعة، وماذا كشف العلماء من يعني عجائب هذا الكون؟ تأملوا معي أيها الأحبة. تقول وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن هذه الصورة تعتبر أعمق صورة للكون التقطت بواسطة الأشعة الحمراء، الأشعة تحت الحمراء عفوا، وتم إطلاقها في 12/7/2022. هي حديثة جدا. العجيب أيها الأحبة أن ما نراه أمامنا وسنشرح بعد قليل من مجرات عملاقة وغبار كوني ومسافات تريليونات وتريليونات من الكيلومترات، يقول العلماء كل هذه اللوحة هي عبارة عن حبة رمل فقط، يعني ما يمكن أن تراه في حبة رمل من السماء. شيء عجيب والله أيها الأحبة، يعني نحن لو قدر لأعيننا أن تنظر إلى السماء وترى حجم حبة رمل بالنسبة لنا على الأرض، لرأينا آلاف المجرات، وكل مجرة فيها مئات المليارات من النجوم. دعوني أتابع معكم أيها الأحبة. تكشف هذه الصورة عن آلاف المجرات في قطعة صغيرة جدا بحجم حبة رمل وطول ذراع واحد فقط، وتعبر عن الكون المتسع. وهناك هياكل باهتة لمجرات بعيدة جدا في الكون مليارات السنوات الضوئية تبعد عنا. هذه الصورة يقول العلماء إنها توفر رؤية أكثر تفصيلا للكون المبكر. ما معنى ذلك أيها الأحبة؟ بعض من هذه المجرات التي نراها في هذه الصورة يصل عمقها في الكون إلى 13 مليار سنة ضوئية، أي نحن نرى هذه المجرة قبل 13 مليار سنة، إذن هي ربما غير موجودة اليوم. نحن نرى موقع هذا النجم، موقع هذه المجرة قبل 13 مليار سنة. ماذا عن بقية المجرات؟ كل مجرة في هذه الصورة أيها الأحبة نحن نرى موقعها حسب بعدها عنا، لأننا التقطنا هذه الصورة اليوم، ولكن الضوء الذي انطلق من هذه المجرة حتى وصل إلينا استغرق آلاف أو ملايين أو مليارات السنوات الضوئية حسب بعد هذه المجرة عنا أو حسب بعد هذا
السديم الكوني أو هذه النجوم. فإذا هذه الصورة إذا أردنا أن نطلق عليها تسمية دقيقة يجب أن نقول صورة لمواقع المجرات قبل مليارات السنوات الضوئية وليس للمجرات نفسها. هذا ما يقوله علماء وكالة ناسا. دعونا نتابع أيها الأحبة. يقول العلماء في وكالة ناسا الأمريكية طبعا بالتعاون مع علماء من وكالة الفضاء الأوروبية إن أدق وأعمق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد تم إطلاقها حتى الآن هي هذه الصورة لعنقود من المجرات، وهو يزخر بآلاف المجرات، وهناك أجسام ضعيفة الإضاءة يعني لم يتمكن العلماء من رؤيتها بعد. يعني هذا ليس كل شيء، هذه الصورة مبدئيا التقطت، ولكن ربما إذا تطور العلم سيلتقط أشياء جديدة أيضا لا نراها الآن. ومن هنا أيها الأحبة يعني أنا قبل أن أكمل التأمل لابد هناك آيات لابد أن يستحضرها المؤمن. يعني عندما يقول العلماء إن ما نراه في الكون أقل بكثير مما لا نراه، يعني الآن نحن عندما ننظر إلى السماء بالعين المجردة كنا نرى بضع آلاف من النجوم، هي طبعا تابعة لمجرتنا، وربما استطعنا أن نرى بضع مجرات بشكل خافت، ضوءها خافت، ربما تميزها العين، ربما. طيب عندما تم إطلاق مرصد هابل الفضاء كشف لنا ملايين المجرات ومليارات المجرات لم يكن العلماء يعلمون بها من قبل. واليوم عندما تم إطلاق مرصد جيمس ويب الفضائي الحقيقة يعني أظهر لنا أيضا أشياء جديدة لم نكن نراها. وبعد 100 سنة عندما تتطور أساليب القياس وأساليب الرؤية وتتطور هذه التلسكوبات أكثر سنرى أشياء أخرى. إذن الكون كلما تعمقنا أكثر وتطورنا أكثر نرى أشياء جديدة. إذن ما نراه بأعيننا هو أقل بكثير مما لا نبصره. من هنا أنا لا أستطيع أن أغادر هذه المعلومة قبل أن أتذكر آية في القرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول فيها فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إذن الله سبحانه وتعالى أقسم بالأشياء التي لا نبصرها وهي أكبر بكثير مما نبصره، لأن العلماء يقولون أيها الأحبة إن كل ما نراه في الكون من مجرات وسدم كونية وكذا وكذا كل ما تستطيع أعيننا أو تلسكوباتنا أن تراه لا يتجاوز 5% كحد أقصى، يعني هذا أقصى حد، و 95% مادة مظلمة وطاقة مظلمة لا نراها. إذن القرآن هنا دقيق جدا عندما يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن هو قول رسول كريم، هو سيدنا جبريل الذي نزل به من الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا هذا القرآن. فعندما نرى هذا التطابق وهذه الدقة في وصف الأشياء يجب أن نقول بالفعل إن القرآن كتاب علم يشهد على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله عز وجل. طيب دعوني أتابع معكم تأمل المجرات في هذه الصورة. طبعا هذه الصورة أيها الأحبة تقول وكالة ناسا إنها تظهر مجرات تشكلت قبل 4.6 مليار سنة، ويقولون إن الضوء استغرق مليارات السنين للوصول إلينا من هذه المجرات. إذن نحن ننظر إلى الوراء، دققوا أيها الأحبة، نحن ننظر إلى الوراء في غضون مليار سنة بعد ما يسمى بالانفجار العظيم عند مشاهدة أصغر المجرات ومراقبتها.
طبعا يقولون إن هذه الصورة هي الدليل مباشر ومادي وملموس على توسع الكون، لأن هناك مجرات تظهر وكأن ضوءها منحرف نحو اللون الأحمر، مما يدل على هروب هذه المجرات بسرعة هائلة جدا وتوسع الكون أو اتساع الكون. وهنا أيها الأحبة من جديد لابد أن أتوقف، يعني أنا كإنسان كما قلت لكم أستخدم العلم وأستخدم عقلي، ولدي القرآن الكريم الذي أكرمنا الله به، هو كتاب الحقائق، هو فيه الحقيقة المطلقة. عندما أرى العلماء يتحدثون عن شيئين في هذه الصورة، أننا الآن ننظر للوراء، نحن لا نرى المجرة، ربما المجرة انفجرت قبل مليارات السنين، نحن نرى مجرات تشكلت بعيد خلق الكون بمليار سنة، وربما زالت الآن هذه المجرات. نحن نرى الضوء الذي أطلقته هذه المجرات بعد تشكلها، يعني قبل مثلا 10 مليار سنة أو 12 مليار سنة، الآن وصلنا هذا الضوء. هذه المجرة أين هي الآن؟ لا نعلم. هل هي موجودة؟ لا نعلم. هل انفجرت؟ لا نعلم. هل تفككت؟ لا. هل اندمجت مع مجرة أخرى؟ لا نعلم أي شيء. نحن نرى مواقع النجوم، الموقع القديم نرى وليس الموقع الحالي. إذن هذه الصورة كما قلت لكم يتحدثون عن رؤيتنا للماضي، نحن نرى الماضي أيها الأحبة. هذه الصورة تظهر لنا الكون قبل مليارات السنين. طيب أنا عندما أرى العلماء يتحدثون عن هذا الأمر لابد أن أستحضر آية في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول فيها: فلا أقسم بمواقع النجوم. سبحان الله، من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن هناك مواقع للنجوم؟ مواقع بالنسبة لنا تعتبر وهمية، ربما غير موجودة الآن، ولكن هو موقع كان فيه النجم. نحن نرى موقع النجم قبل مليارات السنين ولا نرى النجم ذاته، لأن الموقع الحقيقي أو النجم ذاته لا نراه نحن الآن. إذا أردت أن تراه يجب أن تذهب هناك بالقرب منه، أما إذا كنت على الأرض فأنت ترى هذا النجم كما كان قبل مليارات السنوات الضوئية حسب بعده عنا طبعا، لأننا قلنا إن الضوء يسير أيها الأحبة بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية تقريبا، هذه سرعة الضوء في الفراغ، فالضوء في كل ثانية يقطع 300,000 كيلومتر، فالمجرة التي تبعد عنا بحدود 13 مليار سنة ضوئية، هذه المجرة سار ضوءها بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة لمدة 13 مليار سنة حتى وصل إلينا الآن. إذن نحن نراه كما كان قبل مليارات السنين. وبالتالي عندما قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ماذا لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى وهو ليس بحاجة للقسم؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهم الملائكة الأطهر. طيب إذن الكتاب الذي يحدثني عن صورة، ما يتحدث عنه العلماء عندما يقولون نحن ننظر إلى الوراء ولا نرى النجوم الحقيقية، نرى مواقعها، إذن هذا الكتاب يستحق الاحترام، يستحق أن نؤمن به، يستحق أن نشهد بإعجازه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. طيب القضية الثانية أيها الأحبة التي توضحت من خلال هذه الصورة هي قضية توسع الكون، لأن هذه المجرات كانت ذات يوم في كتلة واحدة ثم انفتقت وتشكلت المادة والضوء وكذا كذا حتى وصل الكون إلى ما نراه عليه الآن. فيقولون إن من الحقائق اليقينية حقيقة توسع الكون،
وحقيقة البنية القوية جدا في الكون، لأن هذه الصورة أيها الأحبة تعبر عن بناء كوني، كوسميك بيلدينج يتحدث عنه العلماء، يتحدثون عن بنية الكون القوية جدا والمتينة. إذن هاتين الحقيقتين اللتين تظهرهما هذه الصورة، حقيقة بناء الكون الشديدة وحقيقة توسع الكون، لخص القرآن هاتين الحقيقتين في آية واحدة، قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة أو بشدة، وإنا لموسعون. سبحان الله، حقيقة بناء الكون وحقيقة توسع الكون لخصها القرآن في كلمات قليلة، أقل من سطر، بسورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة وبإتقان، وإنا لموسعون. سبحان الله، يعني من كان يتخيل زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الحقائق؟ هذا التطابق كامل بين العلم والقرآن يشهد على أن القرآن كتاب علم أيضا أيها الأحبة، ليس مجرد كتاب للتبرك، هو كتاب للتبرك والعبادة والأخلاق والسلوك وحل المشاكل، ولكن بالإضافة لذلك هو كتاب علم أيضا، لأن فيه علم الله، علم الله فيه. والذين يقولون القرآن ليس كتاب علم، هؤلاء فعلا لم يدركوا أسرار القرآن، لم يدركوا هذه الأسرار، لازالوا خارج بحر القرآن. لذلك عندما تتعمق في بحر القرآن أنت ترى هذه العلوم تتجلى بشكل واضح. دعوني أتابع معكم تأمل هذه الصورة الرائعة. في هذه الصورة أيها الأحبة نرى هنا بعض المجرات المنحنية، وهذا ليس الشكل الطبيعي لها، مجرات منحنية بفعل، يقول العلماء بفعل الجاذبية المحيطة بهذه المجرات. يعني هذه المجرات أيها الأحبة البعيدة جدا تعمل مثل عدسات تعمل بالجاذبية. نحن نعلم الضوء عندما يأتي عبر عدسة مثلا يتغير شكله، يتشوه، فكأن كل مجرة هي عدسة تشوه حقول الجاذبية المنتشرة في الكون. فنحن عندما ننظر إلى هذه المجرات نراها على شكل أقواس هكذا، نراها مشوهة. هذا يثبت وجود قوى الجاذبية التي تحكم الكون، والتي القرآن أطلق عليها العمد، العمد التي لا نراها ولكنها موجودة، هي التي يمسك الله بها هذا الكون. تأملوا معي هذه الآية الكريمة، يقول سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. انظروا إلى الدقة في وصف أعمدة الجاذبية التي تسيطر على الكون، والله يمسك السماء بهذه الأعمدة بقانون الجاذبية. فوجود هذه الجاذبية أصبح حقيقة يقينية، نحن نراها من خلال تشوه أشكال هذه المجرات البعيدة. وبالتالي الله عز وجل هنا يحدثنا عن أعمدة لا نراها، بغير عمد ترونها، يعني هناك أعمدة ولكن غير مرئية هي الجاذبية. هذا أحد يعني التأويلات، طبعا الآية أعمق من هذا بكثير. طيب، أنا عندما أرى هذا التطابق بين العلم والقرآن لابد أن أشهد أن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى. دعوني أتابع معكم تأمل هذه الصورة المبهرة فعلا للعلماء. إن إحدى المجرات الظاهرة في هذه الصورة تبعد عنا بحدود 13.1 مليار سنة ضوئية، أي أن هذه المجرة نراها عندما تشكلت
بعد خلق الكون مباشرة. وهنا أيها الأحبة يجب أن أعود للقرآن الكريم. لابد أن أرى أقوال العلماء هذه يتحدثون عن الكون المبكر وكيف تشكلت هذه المجرات قبل أكثر من 13 مليار سنة. المؤكد اليوم أن الكون له بداية، وأن بدايته كانت صغيرة جدا ثم انفتق وبدأ بالتوسع. وهنا أنا لدي آية عظيمة لا أستطيع أن أهملها أيها الأحبة أو أتغاضى عنها. الله تعالى يقول: أولم يرى الذين كفروا. الخطاب لهم سبحان الله، هو الله يعلم أن من سيكتشف هذه الصور وهذه الحقائق هم من غير المسلمين، لذلك خاطبهم هم. أولم يرى الذين كفروا، يعني الذين كفروا بالقرآن وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا سدا أو كتلة واحدة ففتقناهما إشارة إلى نسيج يتم تفتقه وتمدده وتوسعه. وبالفعل العلماء يقولون هذه الصورة التي نراها هي جزء من نسيج الكون العملاق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا سدا يعني ففتقناهما، إشارة إلى قوة التمزق وقوة الفتق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ يعني معقول أن هؤلاء الذين يروا بأعينهم توسع الكون وفتق هذا الكون وتشكل هذا النسيج المحكم وهذه المجرات الرائعة، يعني نحن الآن نراها بأعيننا، والقرآن يقول أولم يرى. أولم يرى بصيغة تقريبا الماضي، أولم يرى ليقول لك إنهم سيرون هذا بشكل مؤكد، لأن القرآن يستخدم صيغة الماضي للتعبير عن المستقبل ليقول لك إن هذا الحدث سوف يقع بنسبة 100% وكأنه ماضي، كأنه تم وانتهى. طيب من يستطيع أن يصور لنا هذا التصوير الرائع أيها الأحبة لهذه الحقائق الكونية؟ من يستطيع أن يتحدث أو يتنبأ؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أن غير المسلمين هم من سيكتشف حقيقة بداية الكون وتوسعه والكون المبكر ومواقع النجوم؟ والله لا نملك أيها الأحبة إلا أن نشهد على صدق هذا القرآن الذي قال الله فيه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتفكرين في الكون، وعبادة التفكر عبادة عظيمة جدا أيها الأحبة. نحن الآن في عبادة تفكر وليس مجرد معلومة نسوق لها، لا، هذه الصور تزيدنا خشوعا، تزيدنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى، لأن التفكر قد يكون من أفضل العبادات، لأنه يعرفك بقدرة الله وعظمة هذا الخالق، كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.